يوم التأسيس يحكي أمجاد ثلاثة قرون عريقة مرت علينا يوم بدينا على يد الإمام محمد بن سعود، وبفضل عبقريته استطاع أن يجعل الدرعية عاصمة للدولة السعودية الأولى بعد 1000 عام لم تعرف فيه المنطقة الوحدة، لتشكل الدرعية منعطفاً تاريخياً في الجزيرة العربية وتصبح دولة عربية بحكامها وشعبها يجمعهم الترابط والثقافة والأصالة والعراقة تحت راية الدولة السعودية، لتكون حجر الأساس لنهضة شاملة أرست دعائم متينة ومبادئ عظيمة راسخة ورؤية واضحة إلى يومنا هذا.